الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى كتاب الديات. ما في دية الذمي؟ الذمي هو الذي له ذمة، يكون من أهل الكتاب، والأقصى أنه من أهل الكتاب يكون له ذمة. عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المعاهد نصف دية الحر، دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن مثله. العزل لابد فيه استئذان المرأة الزوجة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المعاهد نصف دية الحر. هذا نص، هذا نص. والحديث أخرجه ابن ماجه، والحديث سنده حسن. قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن نقول هذا أوضح شيء، أوضح شيء في دية الذمي أو دية المعاهد. ولذلك قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا. وهذا ذهب إليه جماهير السلف والخلف، قال به عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وقال به مالك ابن أنس وابن شبرمة أحمد بن حنبل. غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ فإن كان عمدا لم يقض به وأضعف عليه باثنى عشر ألفا. هذا المضاعفة لا تحتاج بدليل، لكن لا يقتل به هذا الأصل، لأن النبي قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. المنطوق إذا لا تتكافأ غير المؤمنين. أما الثوري وأصحاب الرأي قالوا: دياته دية المسلم، فجعل المساواة. وقد قال الله تعالى: لا يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا. وأيضا مسألة مساواة الكافر بالمسلم غير مرادة عندنا في أصول الشرع، بل مردودة غير مقبولة في هذا الباب. أخونا السيد جابر يقول: ما أنا أردت أن أنا أجيبك عن هذا السؤال، أنا كررته كثيرا وأنا رأيته صراحة. ما حكم من ضلني وكذب علي وضرني وسامحته؟ نعم، عامله على معاملة الإسلام، اجعله في دائرة الإسلام، وإن استطعت أن تحسن إليه أحسن وسامحه، ولكن ضعه في مكانه. أنا يعني نعم، هذا صحيح، لكن إن كان جمبري لابد الوالد اللي يجي مش أنت، لأن الوالد مطلوب له الجمبري في أمر آخر، وقلنا ذلك، ولابد أن تأتيني بجواب منه على ما قلت. اتق الله ربك، أرسلي إلى الوالد ما عرضته عليه، ونحن سنجهز له هذه المائدة بإذن الله. أنا أجيب عن السؤال بعد ماشي. إذن الثوري قال: دية المعاهد كدية المسلم، وهو قول الشعبي والنخع ومجاهد، وهذا قول أضعف الأقوال. هذا القول هو أضعف الأقوال. والقول الثالث هو قول الشافعي، وهو قول إسحاق: دية المسلم الذمي ثلث دية المسلم، دية المعاهد ثلث دية المسلم. وهذا قول سعيد بن مسيب وعكرمة، وايضا وجد يعني جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كذلك قال عثمان بن عفان ان وديته ثلث دية المسلم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اولى، وصحه الاسناد تنهي المساله. هذا ورد موقوفا، واحنا عندنا المرفوع، فاذا المرفوع يقدم، ولا حجه لاحد كائنا من كان مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال به احمد واعضده حديث اخر وزمناه فيما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 800 دينار و800 ألاف درهم، ودية أهل الكتاب على يومئذ على النصف. وهنا قد قال: دية المعاهد نصف دية الحر. فهذا الصحيح في هذا الباب. والمنذري قال عن هذا الحديث قال: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن. ولفظ دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن، ودية عقل الكافر هذا العموم يراد به الخصوص، الكافر ألف لام استغرقية كل كافر عام يراد به الخصوص، هم أهل الكتاب فقط، أهل الكتاب فقط هم دياتهم نصف دية المسلم. وفي لفظ قال: قضى رسول الله أن عقل الكتابين نصف عقل المسلم، وهم اليهود والنصارى. قال الشافعي: قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم، وقضى عمر في دية المجوسي 800 درهم، ولم يعلم ان احدا قال في حياتهم اقل من هذا، وقد قيل ان دياتهم اكثر من هذا، فالزمنا قال كل واحد من هؤلاء الاقل مما اجمعوا عليه. قال البيهقي: حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قد رواه حسين المعلم عن عم عن أبي عن جدي قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 800 دينار، 800 8000، ودية الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم. فكان قال فكان ذلك حين استخلف عمر فذكر خطبته ورفع يد الدية حتى غلبت الإبل وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. فهم وقفوا أنه لم يرفع، والحقيقة أن الحدث عندنا إيش؟ عندنا خلاص المسألة عندنا أن النص جاء عن النبي أن نصف دية الكافر، نعم الكافر نصف دية المسلم. فكأنه علم أن من أهل الكتاب توقيف وفي أهل الإسلام تقويم، الذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون عن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب 4000، وليس بشيء من هذا ما يجب ترك القول بحديث عمرو بن شعيب. نعم، والصحيح أنه يؤخذ بقول بن شعيب وقد يؤخذ بالأقل على أساس أن الأقل وهو لم يرفع عمر بن الخطاب دية أهل الكتاب، والشافعي أخذ الأقل لأنه مجمع عليه، لكن عندنا الدليل النص الذي جاء عن النبي وما جاء عن النبي أولى أن نأخذ به دون أن نأخذ بغيره. الفوائد المستنبطة: الكافر والمؤمن لا يستويان، الديات التوقيفية، التقويم اجتهادي، التقويم اجتهادي، التقويم اجتهادي، وإن غلب التقويم حتى ندع النص فلا تقويم مع النص، نأخذ بالنص. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.